واحد بيسأل بيقول ايه، بما ان الله موجود في كل مكان وغير محدود، وطبعا المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشر، فكيف يوجد الشيطان امام الله الذي يوجد في كل مكان؟ لا، بس في نقطة غلط تانية، ان المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشيطان. لا، ممكن يوجد، بدليل التجربة على الجبل، وكانوا موجودين الاثنين. بس يعني الشيطان ما يكونش له سلطان في حضرة الله، لكن ممكن ان يوجد، لكن ما يكونش له سلطان. لكن ممكن ان الشيطان يخش حتى جوه الكنيسة ويدخل في افكار الناس ويلخبطها، ممكن. ممكن الشيطان يوجد امام الله ويكذب، او يوجد امام الله ويفتري على الناس الاخرين، زي ما حصل في قصة ايوب الصديق. قال له طيب ارفع عنه المانتل اللي يجدف عليك، وكل ده استر، لانه محصلش انه يجدف عليك. الشيطان ممكن يوجد امام